بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين شرح يونت 1 شابتر 2 ليسون 4. ليسون 4 يا شباب بيتكلم عن ديفيشن اوف لايت ان تريانجولار بريزم، يعني انحراف او حيود الضوء من خلال المنشور الزجاجي الثلاثي. تمام كده؟ يبقى النهارده هنتكلم عن ديفيشن اوف لايت، انحراف الضوء منين يا مستر؟ ان تريانجولار بريزم، من المنشور الزجاجي الثلاثي. تمام كده؟ بس قبل ما نبدا حلقتنا، وزي كل حلقه يا شباب، احب افكركم بحاجه مهمه جدا، انك تبص على الديسكريبشن او على وصف الفيديو اللي موجود اسفل الفيديو، علشان هتلاقي فيه كل اللينكات المهمه، وهتلاقي فيه تقسيمه الليسون دوت الى بورتس او الى اجزاء صغيره، بحيث انك تقدر تذاكر الدرس الواحد على اكتر من مره، وكل مره تبقى عارف انت ذاكرت ايه وايه اللي انت لسه ما شفتوش وما ذاكرتوش. فاصل صغير يا شباب ونرجع نبدا شرح ليسون 4 مع بعض. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدا نشرح مع بعض النهارده ليسون 4. هناخد انترودكشن سريعه كده او مقدمه سريعه، تمام، علشان على اساس المقدمه ديت هنبني كل الاستنتاجات اللي جايه في الليسون دوت. يبقى الانترودكشن دي مهمه جدا، اوعى تفوتها. تعالوا بينا نشوف هنتكلم عن ايه النهارده. احنا قلنا ان ليسون 4 بيتكلم عن الديفيشن اوف لايت ان تريانجولار بريزم، صح كده؟ هنجيب تريانجولار بريزم او منشور زجاجي زي اللي قدامنا دوت، وهنفترض يا شباب ان احنا معانا instant light ray، شعاع ضوء ساقط on XP face او على الفيس او على الوجه اللي اسمه XP. طبعا لما الضوء ده هيدخل جوه هيحصل له refraction، انكسار، صح كده؟ لان دخل من الهواء للازاز، سرعة الضوء هنا غير سرعة الضوء هنا، فطبيعي ان يحصل له deviation او انحراف، هينحرف عن المسار الاصلي اللي هو كان ماشي فيه. وكان ماشي كده صح؟ مش هيكمل على طول زي ما هو ماشي كده، لان الميديم هنا اتغير او الوسط هنا اتغير، فيحصل له ريفراكشن. تمام؟ فهيبقى معايا كمان ريفراكتد لايت راي، شعاع ضوء مقصور، وطبيعي ان هو هيخرج من الازاز للهواء، فهيبقى معايا ايمرجنت لايت راي، شعاع ضوء خارج عند الفيس اللي اسمه واي بي، صح كده يا شباب؟ طيب تعالى نكتب الكلام ده كده. بيقول لي if a light ray falls on the face xp of the prism it refracts inside the prism taking the path ac، يعني شعاع الضوء دوت لو سقط على الوجه اللي اسمه XP هيدخل جوه المنشور الزجاجي وهيتكسر وهياخد المسار AC، هيمشي في الاتجاه ده كده من A لحد C. طب وبعدين؟ قال لي it falls on the face YB، هيسقط على الوجه اللي اسمه YB، صح كده؟ and emerges from the prism، وهيخرج من البريزم. في الحالة ده هيخرج منين؟ من الإزاز للهواء، صح كده؟ بيقول لي the light ray refracts twice، يعني شعاع الضوء هنا اتكسر مرتين. ازاي؟ قال لي the first on the face XP، المرة الأولانية اللي اتكسر فيها الضوء عند الوجه اللي اسمه XP، and the other on the face YB، والمرة التانية اللي اتكسر فيها الضوء عند الوجه اللي اسمه YB اللي هو الوجه ده. تمام كده؟ طيب وبعدين يا مستر؟ قال لي دلوقتي the light ray deviates from its path by a certain angle، شعاع الضوء اللي حصل له انحراف دوت انحرف عن المسار بتاعه بزاوية محددة اسمها deviation angle او angle of deviation الفا، اللي هي زاوية الانحراف اللي هي الزاوية دي. تمام؟ يبقى الشعاع الاصلي حصل له ايه؟ انحراف عن المسار الاساسي اللي هو كان ماشي فيه. هو يعني انت بتفترض ان هو كان هيكمل كده، علشان كده عملت extension الخط ده، عملت امتداد، عملته خط منقط، صح كده؟ جميل جدا. طيب وبعدين؟ قال لي وهو خارج خرج مكسور، صح؟ فانت متوقع ان الاكستنشن او الامتداد بتاع الخط اللي خرج دوت او شعاع الضوء اللي خرج دوت هو ده، عملته برضو خط منقط. الانجل اللي ما بين الاكستنشن بتاع الانسيدنت لايت راي والاكستنشن بتاع الامرجنت لايت راي اسمها انجل اوف ديفيشن او زاويه الانحراف. Which is the angle subtended by the extensions of the incident light ray and the emergent light ray in triangular prism. وراح كاتب لي الديفينيشن بتاع الانجل اوف ديفيشن او زاويه الانحراف، قال لي هي الزاويه المحصوره ما بين امتداد الشعاعين بتوع الضوء اللي ساقط واللي خارج. تمام كده يا شباب؟ يبقى انت تقدر تكتب الديفينيشن او التعريف بتاع زاويه الانحراف اللي اسمها الفا،
it is the angle subtended by the directions of the extensions of the incident light ray and the emerging light ray in triangular prism. فهمنا الانترودكشن دي يا شباب علشان احنا هنكمل عليها لحد نهاية الدرس بتاعنا. ودلوقتي يا شباب تعالوا نبدأ بأول topic معنا أو أول موضوع معنا النهاردة وهو deduction of the laws of triangular prism، يعني استنتاج قانون المنشور الزجاجي الثلاثي. هنستنتج قانون طب هو الستيبس أو الخطوات بتاعت الديدكشن أو بتاعت الاستنتاج ده المفروض أحفظها؟ لا، أنت المفروض تفهمها وتحفظ شكل القانون النهائي، بس إحنا بنعرف الخطوات علشان لو إحنا نسينا شكل القانون النهائي نعرف نستنتجه في الامتحان أو نعرف نوصل له بطريقة سهلة معتمدين على الأفكار اللي إحنا فهمناها. تمام كده يا شباب؟ ودلوقتي يا شباب تعالوا بينا نشوف هنعمل الاستنتاج ده إزاي. عايزك تركز معايا كويس جدا في الفيجر اللي قدامك ده، في الشكل أو الرسمة اللي قدامك دي. بيقولي in the prism shown in the figure، في المنشور الزجاجي الموضح أمامك في الرسمة ديت، في شوية سيمبلز كده أو شوية رموز لازم نعرف هم مين ومعانيهم إيه، علشان دي هتكون بيزكس أساسيات في الليسون ده وفي الليسون اللي جاي كمان، يعني في الدرس ده وفي الدرس اللي جاي بعده اللي هو ليسون 5. تمام كده؟ بيقولي A is the apex angle of the prism. حرف A الكابيتال دوت ده اسمه زاوية قمة المنشور، اسمها apex angle. تمام كده؟ جميل جدا. طيب phi 1 قال لي is the angle of incidence at the first surface، يعني هي زاوية السقوط عند الوجه الأول. فاكرين الوجه الأول اللي الضوء سقط عليه؟ هو ده اللي هو الـ XP. برافو عليكم. الأنجل بقى اللي ما بين النورمال الخط العمودي على الوجه، على الوجه ده اللي هو الـ XP، وما بين الـ Incident Light Ray اسمها Angle of Incidence، فدي تعتبر بالنسبة لنا زاوية السقوط الأولى على الوجه الأول. اتفقنا؟ قال لي هو Where Light Enters، يعني عند المكان اللي دخل منه الضوء. طيب بالنسبة لـ Theta 1 قال لي سيتا 1 هي الانجل اوف ريفراكشن ات ذا فيرست سيرفيس، يعني زاويه الانكسار الاولى عند الوجه الاول. ادي الوجه الاول اهو، الضوء دخل كده صح، حصل له ريفراكشن كده. الانجل اللي ما بين الريفراكتد لايت راي وما بين النورمال اللي هي دي هنسميها سيتا 1. اتفقنا كده؟ دول لحد دلوقتي ما فيش مشكله. قال لي كمان في حاجه اسمها فاي 2. فاي 2 اللي هي قدامك دي، فاي 2 دي اللي هي مين؟ قال لي is the angle of incidence at the second surface، يعني هي زاوية السقوط التانية عند الوجه التاني أو السطح التاني اللي اسمه YB. دي زاوية السقوط التانية، يعني الضوء هيسقط على الوجه اللي اسمه YB، فهيبقى معايا زاوية سقوط تانية اسمها phi 2. طيب وبعدين قال لي ده فين؟ where light emerges، يعني عند المكان اللي هيخرج منه الضوء، وهيبقى معايا سيتا 2. ما هو طالما في phi 2 هيبقى في سيتا 2. قال لي سيتا 2 is the angle of emergence، ديت زاوية الخروج. زاوية ايه؟ الخروج. طب مين هي زاوية الخروج؟ قال لي اللي هي موجودة ما بين الـ emergent light ray والنورمال الخط العمودي على الوجه اللي اسمه YB. في خط عمودي بنرسمه كده، فاكرين النورمال؟ بنرسم خط نورمال كده على الوجه اللي هيخرج منه الضوء. تمام؟ فهيبقى الانجل اللي ما بين الـ emergent light ray والنورمال اسمها emergence angle أو angle of emergence، اللي هي زاوية الخروج. يبقى انا دلوقتي معايا كام انجل؟ ادي 1 2 3 4 5، معايا خمس زوايا مهمين صح كده؟ خدناهم غير الالفا اللي هي الانجل اوف ديفيشن، غير زاويه الانحراف، في خمس زوايا تانيين اهو، A فاي 1 سيتا 1 فاي 2 سيتا 2. تمام كده؟ طب يا مستر ما في انجلز تانيه مكتوبه هنا على الرسمه، لما نيجي نشرح استنتاج القانون هقول لك الانجلز التانيه دي محطوطه ليه. يعني احنا سمينا الانجل دي نمبر 1 وسمينا الانجل دي نمبر 2 لاننا ما نعرفهمش، وسمينا الانجل دي نمبر 3 او الزاويه الثالثه. تمام؟ يبقى معانا الثلاث زوايا هنا كده unknown، مجهولين بالنسبه لنا. اتفقنا؟ قال لي دلوقتي اكتب لي الديفينيشن بتاع الابكس انجل او زاويه قمه المنشور. قلت له it is the confined angle between the two faces of the prism where the light ray enters through one of them and emerges from the other one. يبقى خد بالك لما تيجي تحدد الابكس انجل مش اي زاويه والسلام، ده الانجل اللي ما بين الوش اللي هيدخل منه الضوء والوش اللي هيخرج منه الضوء، الزاويه المحصوره ما بين التو فيسز او ما بين الوجهين، الوجه اللي بيدخل منه الضوء والوجه اللي بيخرج منه الضوء. اتفقنا كده؟ طيب تعالى بقى نعمل استنتاج لاول حاجه عندنا، ايه هي؟ قال لي the apex angle of the prism، انا عايز اعرف الابكس انجل دي ايكوال كام او ايكوال قد ايه، عايز فانكشن كده او معادله
تقول لي احسب الابكس انجل بتاعت البريزم ازاي، تمام؟ وده هيكون اول استنتاج معانا. تعالى كده نشوفه مع بعض، ركز معايا كده في الفيجر اللي قدامنا دوت. بيقول لي from the geometry of the diagram، يعني من هندسة الشكل اللي قدامنا ده يا شباب هنستنتج شوية معلومات مهمة جدا، وعايزك تركز معايا كويس جدا لان الماس هيخش في الفيزيكس ودايما الاتنين بيكملوا بعض، تمام كده؟ تعالى نشوف كده ايه المعلومات اللي معانا. بيقول لي the shape ABCD is cyclic quadrilateral، يعني الشكل اللي قدامنا اللي اسمه ABCD ده رباعي دائري، تمام كده؟ طيب ايه هي المعلومات المهمة اللي في الشكل اللي قدامنا دوت ABCD؟ هنلاقي ان AD وDC الاتنين دول normals او اعمدة، يعني الخط ده عمودي على الوجه اللي اسمه XP، والخط ده اللي هو DC عمودي على الوجه اللي اسمه YB، صح كده يا شباب؟ جميل جدا. قال لي يبقى in the shape ABCD في الشكل اللي قدامنا دوت AD is perpendicular to AB، اهو AD perpendicular to AB، يعني AD عمودي على الوجه اللي اسمه AB بس كده. قال لي وكمان DC is perpendicular to CB، اهو DC perpendicular to CB، الضلع ده كده عمودي على ده، صح يا شباب؟ طب ما انا كده هستنتج حاجة ان الانجل دي ب 90 ديجري والانجل دي ب 90 ديجري، الزاوية دي ب 90 درجة والزاوية دي ب 90 درجة. قال لي فعلا هو ده اللي قاله، يبقى الانجل BAD اهي BAD اللي هي دي كلها ب 90 درجة، والانجل التانية اللي اسمها BCD BCD هي كمان كلها ب 90 درجة، تمام كده؟ جميل جدا. قال لي يبقى الانجل اللي اسمها BAD بلس الانجل اللي اسمها BCD equal 180 ديجري، الزاويتين دول ب 180 درجة، صح كده؟ يبقى الاتنين دول بكام؟ هما كمان ب 180 درجة. طيب ليه؟ قال لي مش الشكل الرباعي اللي قدامنا دوت اللي هو السايكل الكوادريلاترال السميشن بتاعت الانجلز بتاعته مجموع زواياه 360 درجة 360 ديجري، لما الاتنين دول ب 180 يبقى الاتنين دول بكام؟ 180 ديجري، صح كده؟ قال لي it means that the sum of the two opposite angles equal 180 ديجري، يبقى الزاويتين المتقابلتين دول هما كمان مجموعهم 180 درجة، يبقى A اللي هي الانجل اللي اسمها A plus الانجل اللي اسمها 3، العلامة دي معناها ان دي انجل، تمام كده؟ equal 180 ديجري. يبقى انا كده جبت الابكس انجل ولا لا؟ قدرت احسبها ولا لا؟ قدرت. لو عرفت الانجل رقم 3 دي بكام هقدر هودي الانجل دي الناحية التانية بالاوبزيت ساين، بدل ما هي بوزيتيف تبقى نيجاتيف، واعرف الابكس انجل اللي هي الايه قيمتها قد ايه. بس ده كده يا شباب مش الشكل النهائي للقانون بتاع الابكس انجل او للايكويشن اللي هحسب منها الابكس انجل، انا لسه عندي الانجل نمبر 3 ديت انون، زاوية مجهولة معرفش قيمتها قد ايه. يبقى المفروض ان انا النكست ستيب او الخطوة التالية لكده ان انا اعرف الانجل نمبر 3 ديت قيمتها قد ايه، صح؟ تعالوا بقى نشوف هنوصل للانجل نمبر 3 ديت ازاي. بيقول لي ركز في الشكلين دول كده، احنا خدنا الشكل ده صح، بس انا كتبت التفاصيل بتاعته تحت، يعني الانجل دي اسمها سيتا 1 فكتبتها هنا سيتا 1، الانجل دي اسمها فاي 2 فكتبتها هنا فاي 2، الانجل دي اسمها 3 فكتبتها هنا 3. طيب ليه انا خدت من الشكل الكبير دوت المثلث الصغير ده اللي هو اي سي دي تريانجل؟ ليه خدت التريانجل ده او المثلث ده؟ عشان المثلث ده هو اللي هيطلع لي قيمه الزاويه الثالثه بكام. تعالوا كده نشوفها، تعالوا نشوف. بيقول لي from the geometry of the diagram، من هندسه الشكل المقابل اللي قدامنا دوت ان تريانجل اي سي دي في المثلث اللي اسمه اي سي دي، هنلاحظ ان سيتا 1 بلس فاي 2 بلس الانجل اللي اسمها 3 كلهم ايكوال كام؟ 180. طيب ما هو انا من شويه قلت ان اي بلس اي 3 ايكوال 180، هنا الرايت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد، يبقى الليفت هاند سايد ايكوال الليفت هاند سايد، صح كده؟ بقت اي بلس الانجل اللي اسمها 3 ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2 بلس الانجل اللي اسمها 3، صح كده؟ طيب مش الانجل اللي اسمها 3 هنا بالبوزيتيف هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، هتطير مع الانجل رقم 3 للناحيه الثانيه، بقت الاي ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2، الزاويه اللي اسمها A اللي هي الابكس انجل بقت ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2، يعني بتساوي زاويه الانكسار الاولى
زائد زاوية السقوط التانية، صح كده يا شباب؟ وبقى هو ده القانون النهائي بتاع الابكس انجل. اقدر احسب الابكس انجل من الفورمولا ديت او من المعادلة ديت، احفظها عندي واكتبها وبروزها علشان هحتاجها وانا بحل المسائل، تمام كده؟ فبيقول لي where theta 1 is the angle of refraction at the first phase and phi 2 is the angle of incidence at the second phase. يعني theta 1 هي زاوية الانكسار عند الوجه الاول او عند السطح الاول، وphi 2 هي زاوية السقوط عند الوجه الثاني او عند السطح الثاني. الايكويشن دي يا شباب تتحفظ a equal theta 1 plus phi 2، تمام كده؟ طيب محتاجين نستنتج ايه تاني يا مستر؟ تاني حاجة محتاجين نستنتجها يا شباب the angle of deviation الفا، زاوية الانحراف اللي اسمها الفا، احسبها ازاي؟ تعالوا بينا يا شباب نشوف هنحسبها ازاي مع بعض. ركز كده في الفيجرز او في الرسومات اللي قدامك دي اللي انا موريها لك حاليا. هتاخد بالك ان انا اخترت من الشكل ده كله الترينجل ده، المثلث ده كده، صح؟ طب اشمعنى؟ قال لي علشان ده اللي هيوصلني لقيمة الالفا، ده اللي هيعرفني الايكويشن او المعادله اللي انا اقدر احسب منها الانجل اوف ديفيشن او زاويه الانحراف. فحتى هو بيقول ايه؟ The angle of deviation is an exterior angle of a triangle AEC، يعني زاويه الانحراف هي الزاويه اللي خارجه عن المثلث اللي اسمه AEC، زاويه خارج المثلث، خارجه عن المثلث، تمام كده؟ طيب وبعدين؟ قال لي خد بالك ان الفا equal الانجل نمبر 1 بلس نمبر 2. طالما هي exterior angle للتريانجل اللي اسمه AEC فهتبقى الزاوية الخارجة عن المثلث هتساوي مجموع الزاويتين الاتنين دول، صح كده؟ فهتبقى الالفا equal الانجل نمبر 1 بلس الانجل نمبر 2. طب انا مش معايا لا 1 ولا 2، يبقى لازم اجيب قيمتهم، صح كده؟ قال لي طيب مش phi 1 equal الانجل نمبر 1 بلس theta 1؟ بص كده الانجل اللي اسمها phi 1 equal السميشن بتاع التو انجلز دول. طب اشمعنى؟ قال لي لان الاثنين دول vertically opposite، يعني زاويتين متقابلتين بالراس، يعني الانجل دي كلها قد الانجل دي كلها، صح كده؟ فهتبقى الانجل نمبر 1 بكام؟ قال لي ودي ثيتا 1 الناحيه الثانيه بالاوبوزيت ساين، فبقت الانجل نمبر 1 ايكوال فاي 1 ماينس ثيتا 1. قلت له جميل كده انت جبت الانجل نمبر 1. طب الانجل نمبر 2؟ قال لي بنفس الطريقه ثيتا 2 هتبقى ايكوال الانجل نمبر 2 بلس فاي 2، يبقى الانجل نمبر 2 بكام؟ ودي فاي 2 الناحيه الثانيه، بقت الانجل نمبر 2 ايكوال ثيتا 2 ماينس فاي 2، لان التو انجلز دول برضو فيرتيكالي اوبوزيت او زاويتين متقابلتين بالراس، فهيبقوا متساويتين زي بعض او قد بعض، تمام كده يا شباب؟ طيب حتى كاتب لك السبب اهو، because they are vertically opposite angles، لانها زوايا متقابله بالراس، والزوايا المتقابله بالراس بتكون متساويه في القيمه، قيمتهم قد بعض. بيقول لي where phi 1 حيث ان phi 1 هي الانجل اوف انسيدنس ات ذا فيرست سيرفيس، وثيتا 2 از انجل اوف اميرجنس، يعني phi 1 هي زاويه السقوط عند السطح الاول اهي، phi 1 زاويه السقوط عند السطح الاول، وعندنا ثيتا 2 هي زاويه الخروج عند السطح الثاني، تمام كده؟ طيب وبعدين؟ قال لي في الحاله دي بقى حضرتك تقدر تشيل الانجل نمبر 1 والانجل نمبر 2 وتحط القيم بتاعتهم، ادي الانجل نمبر 1 وادي الانجل نمبر 2، فهقول ان الفا ايكوال فاي 1 ماينس ثيتا 1 بلس ثيتا 2 ماينس فاي 2. طب ركز كده معايا واحده واحده، هات لي الفاي 1 اللي هي بالبوزيتيف ساين الناحيه دي، خليها لوحدها، وهات لي معاها ثيتا 2 اللي بالبوزيتيف اللي زيها بعدها، وبعد كده هات لي فاي 2 وثيتا 1 الاثنين اللي بالنيجاتيف جنب بعض. طب ليه انا برتبهم كده؟ قال لي خد بالك لو احنا خدنا من ما بين الاثنين دول كومن فاكتور، عامل مشترك اللي هو ايه؟ نيجاتيف 1، هاخد النيجاتيف بره ككومن فاكتور، هيتبقى لي جوه البراكتس ايه؟ فاي 2 بلس ثيتا 1. طب انت مش عارف ان فاي 2 بلس ثيتا 1 ايكوال ايه؟ يبقى انا في الحاله دي اقدر اشيل الترم ده كله واحط مكانه ايه، صح كده؟ فبقت الالفا ايكوال فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس ايه، وبقت هي دي الايكويشن او المعادله اللي اقدر احسب منها الانجل اوف ديفيشن او زاويه الانحراف. اكتب الفورمولا ديت او الصيغه ديت او المعادله ديت عندك وبروزها علشان مهمه جدا وهنحتاجها واحنا بنحل المسائل.
تمام كده؟ عرفنا استنتجنا القانون بتاع الألفا ازاي؟ جميل جدا. طيب ايه اللي بعده يا مستر؟ قال لي تالت حاجة محتاجين نستنتجها the refractive index of the material of the prism. عايز اعرف معامل انكسار المادة اللي مصنوع منها المنشور الزجاجي دوت، معامل انكسار المادة بتاعة المنشور نفسه قد ايه اللي هو الان. قلت له بسيطة، ركز معايا كده واحدة واحدة. مش انا دلوقتي معايا الانسنت لايت راي هيدخل من الهواء في الازاز، يبقى ايه هما التو ترانسبيرنت ميديم او الوسطين الشفافين اللي انا بتكلم عنهم اللي الضوء هيتنقل ما بينهم؟ الاير والجلاس، صح كده؟ طب تعالى كده، مش ان اير ساين فاي اير ايكوال ان جلاس ساين سيتا جلاس، صح كده؟ مش القانون ده خدناه قبل كده في الدروس اللي فاتت؟ يا ريت نرجع للحلقات اللي فاتت ونذاكرها كويس. طب وبعدين؟ قال لي مش ان اير او ريفراكتيف اندكس بتاع الهواء بواحد، يبقى هنشيل ان اير ونحط مكانها واحد، يبقى الان جلاس او معامل الانكسار بتاع الازاز او بتاع الماده اللي مصنوع منها البريزم هيبقى ايكوال ايه؟ هيبقى ايكوال ساين فاي اير اللي هي الناحيه دي وودي ساين سيتا جلاس الناحيه الثانيه بالديفايدد، بدل ما هي تايمز تروح الناحيه الثانيه ديفايدد، صح كده؟ فبقت ساين فاي اير ديفايدد ساين سيتا جلاس، صح كده؟ جميل جدا. طب ما انا اقدر اكتب الايكويشن بالشكل ده، ان ايكوال ساين فاي 1 ديفايدد ساين سيتا 1 equal sin theta 2 divided sin phi 2، والايكويشن ديت هي اللي انا اقدر احسب منها الريفراكتيف اندكس بتاع الماتيريال اللي مصنوع منها البريزم. واحفظ الايكويشن ديت وبروزها عندك كويس جدا علشان هنحتاجها واحنا بنحل مسائل، تمام كده؟ يبقى احنا كده عملنا 3 deductions او 3 استنتاجات للقوانين بتاعه التريانجولار جلاس بريزم، تمام كده؟ استنتجنا الابكس انجل، واستنتجنا الانجل اوف ديفيشن، واستنتجنا الريفراكتيف اندكس بتاع الماتيريال اللي مصنوع منها البريزم، تمام كده يا شباب؟ طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل براكتيكال اكسبيرمنت، تجربه عمليه واثبت فيها القوانين الثلاثه دول ان القوانين دي صحيحه، هعمل ايه؟ قال لي هنجيب بريزم تريانجولار بريزم بالشكل دوت، تمام؟ طبعا وهيبقى ليه ابكس انجل معينه احنا عارفينها او متقاسه قبل كده، تمام كده؟ وهنجيب instant light ray شعاع ضوء نسقطه على الوجه اللي اسمه XZ ونسيبه يحصل له refraction جوه البريزم وهيخرج من الناحية التانية اللي هي الYZ، صح كده؟ وبعدين بعد كده هنقيس الانجلز بتاعتنا كلها بعد ما نرسم الأشكال الهندسية ديت على الورقة أو على ورقة، تمام؟ ونقيس كل الانجلز بتاعتنا وبعدين نعوض في القوانين اللي احنا حفظناها أو استنتجناها، هيطلع لي إن الإيكويشنز بتاعتي مظبوطة. تعالوا بقى نشوف الاكسبيرمنت دي هتتعمل ازاي. بيقول لي practical experiment determines the refractive index of a triangular prism، يعني التجربة العملية ديت عايزين نحدد بيها معامل انكسار المادة اللي مصنوع منها المنشور الثلاثي، تمام كده؟ طب ايه الاوبجكتيف او ايه الهدف بتاع الاكتيفيتي ديت؟ قال لي trace the path of light ray through a triangular prism and deduce the laws of the prism، يعني تتبع مسار شعاع الضوء اللي هيدخل جوه البريزم ديت واستنتج القوانين بتاعه البريزم، صح كده؟ قلت له تعالى نشوف التولز. قال لي التولز بتاعتنا معانا كوادريلاترال تريانجولار بريزم، تمام كده؟ الابكس انجل بتاعته 60 ديجري، ومعانا بروتراكتور، ومعانا رولر، ومعانا بنز، وكمان هنبتدي نشوف الستيبس بتاعتنا. قال لي اول ستيب بليز ذا جلاس بريزم اون ا دروينج بيبر، حطها على ورقه رسم، تمام؟ ان ا فيرتيكال بوزيشن اند مارك اتس بوزيشن with a fine pencil line، يعني حطها على كراسة الجلاف بتاعتك وحدد بالقلم الرصاص الرفيع بتاعك كل الاوت لاينز بتاعت التريانجولار بريزم بتاعك، تمام كده؟ تاني حاجة place two pins such that one of them two is very close to one side and the other one is about 10 centimeter from the first، يعني هتجيب لي دبوس اسمه واحد هنا اهو ودبوس اسمه 2 المسافه ما بينهم 10 سنتيمتر وتحطهم جنب بعض على الورقه كده. بيقول لي ذا لاين جويننج ذيم ريبريزنت ذا انسنت لايت راي، والشعاع اللي هيوصل ما بين النقطتين دول هيبقى هو الشعاع بتاع الضوء اللي سقط، تمام كده؟ طب وبعدين قال لي لوك ات ذا اذر سايد، بص من الناحيه الثانيه بقى اوف ذا بريزم تو سي ذا ايمج اوف ذا تو بينز، عشان تشوف الصوره بتاعت الايه البنين دول او الدبوسين دول الناحيه التانية، تمام كده؟ وبعدين قال لي بليس تو اذر بينز، حط الاذر بينز الدبابيس الاخرى اللي هم 3 و4
between the prism and the eye، ما بين عينيك وما بين البريزم، تمام؟ such that the four pins appear to be in one straight line، لحد ما تلاحظ ان الاربع دبابيس اللي هما واحد واثنين وثلاثة واربعة موجودين على خط مستقيم واحد على الورقة اللي انت حطت عليها الكلاس بريزم. وبعدين remove the prism، شيل البريزم خالص، and the pins، وشيل الدبابيس، and join BC، ووصل B وC ببعض النقطتين دول to locate the path of the ray، عشان تحدد مسار الشعاع، تمام؟ of the ray ABCD، اهو ABCD. وبعدين قال لي from air to glass to air، يعني لما خرج من الهواء دخل في الإزاز، ولما دخل في الإزاز وخرج للهواء، يبقى انت كده حددت مسار الشعاع كله، تمام كده؟ طب الستيب نمبر 6 قال لي extend CD، اعمل امتداد للشعاع اللي اسمه CD، وكمان extension ل AB، كملوا كده تمام، والانجل اللي ما بينهم هتكون اسمها الفا اللي هي الانجل اوف ديفيشن. بعد كده ميجر فاي 1 سيتا 1 فاي 2 سيتا 2 اند الفا يوزنج ذا بروتراكتور، باستخدام المنقله بتاعتك. وفي النهايه ابتدي سجل الحاجات ديت فين، في تيبل، في جدول، كل مره بتعمل فيها الاكتيفيتي دي سجل النتائج بتاعتك في جدول، اند فيريفاي ريزلت، وتاكد من النتيجه باستخدام الريليشنز ديت او باستخدام العلاقات ديت. بس عايزكم تاخدوا بالكم من حاجتين يا شباب، صوره 1 و 2 او الدبوس رقم 1 والدبوس رقم 2 هيبقوا موجودين في نفس الجنب دوت اللي هو 1 داش و 2 داش، تمام كده؟ حاجه كمان انك بتعيد التجربه ديت او بتكررها، وكل مره بتغير الانجل اوف انسنس اللي هي فاي 1، كل مره بتغير الفاي 1 وتسجل الاربع او الخمس نتائج بتوعك اللي هم السكس انجلز دول او الست زوايا دول، وكل مره بتطبق الكلام دوت على الايكويشنز ديت. لو في الخمس ست مرات اللي انت كررت فيهم الاكتيفيتي وغيرت فيهم الفاي 1 طلعت الايكويشنز ديت بتتحقق او طلعت النتائج ديت مظبوطه، يبقى انت كل مره هتاخد نفس الرقم، هتلاقي الاي هي هي كل مره، هتلاقي الالفا هي هي كل مره، صح كده؟ يبقى انت ساعتها عملت الاكتيفيتي مظبوط. طبعا الاكتيفيتي مش مهمه بالنسبه لنا، ومش مطلوب ان احنا نحفظها، ومش مطلوب ان احنا نذاكرها، بس احنا قلناها علشان اسهل عليكم الموضوع، وكمان اختصر عليكم الوقت والمجهود في انكم تقروا التجربه لوحدكم، تمام كده يا شباب؟ طيب خد بالك بقى، keep in your mind، خد في اعتبارك او احفظ الحاجات ديت الايكويشن نمبر 1 و 2 و 3 اللي هي الاي والالفا والان، علشان بنحل بيهم بروبلمز او بنحل بيهم مسائل، تمام كده؟ طيب تعالى بقى نشوف الفاكتورز ذات افكت ايتش اوف، يعني العوامل اللي بتاثر على كل حاجه من اللي احنا قلناهم من شويه. بيقول لي في فاكتور هياثر على سيتا 1، وفي فاكتورز هتاثر على فاي 2، وفي فاكتورز هتاثر على سيتا 2، وفي فاكتورز هتاثر على الالفا، وفي فاكتور هتاثر على الاي. بالنسبه لسيتا 1 اللي هي زاويه الانكسار الاولى، ايه اللي هياثر عليها؟ قال لي الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم اللي هو الان، والفيرست انجل اوف انسيدنس، وزاويه السقوط الاولى. طبيعي زاويه الانكسار الاولى اللي هياثر عليها حاجتين، الزاويه اللي الضوء سقط بيها في الاول، وكمان الان اللي هي الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم اللي احنا بنستخدمه. طب بالنسبه لفاي 2 قال لي الانجل اوف ريفراكشن سيتا 1، الزاويه اللي اتكسر بيها من اول وجه، والابكس انجل، تمام. طب بالنسبه لسيتا 2 قال لي الريفراكتيف اندكس والسكند انجل اوف انستنس، يعني سيتا 2 اللي هياثر عليها حاجتين، الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس بريزم اللي احنا بنستخدمه، والسكند انجل اوف انستنس اللي هي زاويه السقوط الثانيه عند الوجه الثاني. طب بالنسبه للالفا، لو كتبت القانون بتاع الحاجات ديت هتقدر توصل للفاكتورز اللي بتاثر عليها. الالفا هتلاقي في القانون بتاعها هتلاقي ايه؟ هتلاقي الايه بيأثر، صح كده؟ يبقى الابكس انجل عندي بتاثر، كمان الفيرست انجل اوف انستنس زاويه السقوط الاولى اللي هي الفاي 1، وكمان اللي هيأثر على زاوية الانحراف الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم اللي احنا بنستخدمه، معامل انكسار المادة اللي متصنع منها البريزم. طب الابكس انجل ايه اللي هيأثر عليها؟ قال لي it is constant for the prism، الانجل دي بتكون ثابتة لكل بريزم، يعني كل بريزم بيكون ليه انجل او ابكس انجل قيمتها ثابتة ما بتتغيرش الا لو غيرت البريزم كله، تمام كده؟ and doesn't depend on the angle of refraction theta 1 nor the second angle of incidence فاي 2، يعني ولا تعتمد على زاوية الانكسار الأولى ولا زاوية السقوط الثانية، يعني ما بتعتمدش على الاثنين دول، تمام كده يا شباب؟ فهمنا الفاكتورز اللي افكت ايتش اوف ذيس ايتمز، يعني عرفنا العوامل اللي بتأثر على كل واحدة من دول، جميل جدا. نبتدي بقى ناخد سبيشال كيسز فور تريانجولار بريزم، في شوية حالات خاصة
نقدر نطبقهم على التريانجولار بريزم، ولازم تكون عارفهم كويس جدا لان هيقابلك التريكات ديت وانت بتحل البروبلمز. تمام. بيقول لي اول حاجه when the light ray fall normally، لو شعاع الضوء سقط عموديا يعني عامل انجل 90 ديجري مع الفيس اللي هو سقط عليه، قال لي في الحاله ديت هتبقى فاي 1 ايكوال سيتا 1 ايكوال 0، زاويه السقوط الاولى بتساوي زاويه الانكسار الاولى والاثنين بيساوي 0 لان الضوء سقط بيربنديكولار، سقط عمودي. تمام كده. يبقى باس وزاويه ريفراكشن هيمر بدون انكسار، قال لي اهو زري انترز ثرو ذا فيرست سيرفيس وزاويه اني ريفراكشن هيمر من اول سطح بدون اي انكسار. طب وبعدين؟ قال لي وفي الحاله دي برضو هتبقى الاي ايكوال فاي 2، الاي ايكوال ايه؟ فاي 2 لان سيتا 1 بزيرو. طيب والالفا؟ اي انجل من دول بزيرو روح حطها في القانون بتاعها بزيرو، صح كده؟ هيبقى الالفا ايكوال سيتا 2 ماينس اي. طيب ليه يا مستر الالفا ايكوال سيتا 2 ماينس اي؟ لو بصيت للقوانين بتاعتنا هتلاقي ان الفاي 1 بزيرو، صح؟ فاي 1 بزيرو. لو انا رحت شلت فاي 1 هيتبقى لي ان الالفا ايكوال سيتا 2 ماينس اي. يبقى بكل بساطه هكتب القوانين بشكلها الرئيسي او بشكلها الاساسي، تمام؟ واي انجل ايكوال 0 هروح اعوض عنها في القانون بتاعها بزيرو. اتفقنا كده؟ يبقى دي الفيرست سبيشال كيس او اول حاله خاصه من الاربع حالات اللي احنا عايزين ناخدهم. تعالوا نروح نشوف الحاله اللي بعد كده. في الحالة التانية بقى يا شباب بيقول لي when the rays emerges normally، يعني لو الشعاع خرج عمودي، خرج ايه؟ عمودي، يعني عامل انجل 90 ديجري مع السكند فيس او مع السكند سيرفيس مع السطح التاني، تمام؟ شعاع الضوء خرج عمودي، ايه اللي هيحصل؟ قال لي طالما خرج بربنديكولار هيبقى فاي 2 ايكوال سيتا 2 ايكوال 0، صح كده؟ the ray emerges through the second surface without any refraction، يبقى معنى كده ان الضوء خرج من السطح الثاني او من الوجه الثاني بدون ما يحصل له اي انكسار، خرج زي ما هو. تمام كده. طب وبعدين؟ قال لي اكتب القوانين بتاعتك. يبقى الـ A equal سيتا 1. طيب ليه؟ عشان الفاي 2 بزيرو. طب والالفا؟ equal فاي 1 minus A. طيب ليه؟ علشان السيتا 2 بزيرو. صعبه. نروح نشوف الثيرد كيس او الحاله الثالثه. بيقول لي when the rays emerges tangentially، لو شعاع الضوء خرج مماس، خرج مماس يبقى زاوية السقوط الثانية قد الكريتيكال انجل، قد الزاوية الحرجة. واللي مش عارف يعني ايه كريتيكال انجل يرجع يذاكر ليسون 3. تمام كده؟ طيب بيقول لي اهو يبقى فاي 2 ايكوال فاي سي. طيب وبالنسبة لسيتا 2؟ قال لي سيتا 2 هتبقى ب 90 ديجري، ما هو لو خرج تانجنشنت، خرج مماس، هيبقى زاوية الخروج بتاعته 90 درجة، لأن زاوية السقوط الثانية هتكون هي الزاوية الحرجة، وإحنا اتفقنا في الليسون اللي فات اللي هو ليسون 3 إن الكريتيكال أنجل الزاوية الحرجة هي إنسدنس أنجل، زاوية سقوط في الوسط اللي الأوبتيكال دينستي بتاعته عالية بتقابلها زاوية انكسار في الوسط اللي الأوبتيكال دينستي بتاعته قليلة، وهنا الإزاز الأوبتيكال دينستي بتاعته أكتر من الهواء، صح كده؟ يبقى فاي 2 هي فاي سي وهتبقى سيتا 2 ب 90 ديجري. قال لي في الحاله دي لما اجي احسب ال ان، تمام؟ ال ان ايكوال ايه؟ ساين سيتا 2 ديفايدد فاي 2. طب ما هو ساين 90 ديجري ب 1، صح؟ طب والفاي 2 ايكوال الفاي سي، هيبقى ال ان ايكوال 1 اوفر ساين فاي سي. طب والايه؟ قال لي الايه هي كمان هتبقى سيتا 1 بلس فاي سي. طيب ليه؟ قال لي لان هشيل السيتا 2 واحط مكانها فاي سي، وتبقى دي كده الثيرد كيس او الحاله الثالثه يا شباب. فهمناها؟ نروح بقى للفورث كيس او الحاله الرابعه. بيقول لي when the rays reflects totally inside the prism، طب لو شعاع الضوء ده انعكس كليا داخل البريزم ما خرجش اصلا، قال لي في الحاله دي هتبقى الانجل اللي هي السكند انستنس انجل، ثاني زاويه سقوط، هتساوي ها الريفليكشن انجل او الانجل اوف ريفليكشن زاويه الانعكاس. تمام كده؟ قلت له يبقى هنا خد بالك في كمان تركايه، الفاي 2 هتكون جريتر ذان فاي سي، يعني زاويه السقوط الثانيه هتكون اكبر من الزاويه الحرجه علشان يحصل توتال انترنال ريفليكشن، انعكاس داخلي كلي. واللي مش عارف يعني ايه توتال انترنال ريفليكشن يرجع يذاكر ليسون 3 الاول. تمام كده؟ طيب قال لي يبقى فاي 2 جريتر ذان فاي سي، الزاويه بتاعت السقوط الثانيه اكتر من الزاويه الحرجه، يبقى ذا راي انكاونترز توتال انترنال ريفليكشن، يبقى شعاع الضوء هيواجه انعكاس كلي داخلي. وفي الحاله ديت هتبقى الفاي 2 اللي هي زاويه السقوط الثانيه هتساوي الانجل اوف ريفليكشن
زاوية الانعكاس اللي الضوء ده اتعكس بيها، ويبقى دي كده الفورث كيس او الحالة الرابعة من السبيشال كيسز او الحالات الخاصة اللي احنا اتفقنا ان احنا هناخدها مع بعض. تمام كده؟ طيب ايه المفروض نعمله دلوقتي يا مستر؟ المفروض بقى نحل بروبلمز، نحل مسائل عشان نطبق على الجزء اللي فات. هناخد الاكزامبل نمبر 1 او المثال الاول، بيقول لي the opposite figure shows an equilateral triangle. equilateral triangle يعني مثلث متساوي الاضلاع، يعني كل انجل من الثري انجلز دول ب 60 ديجري، يعني الابكس انجل ب 60 ديجري، صح كده؟ خد بالك الكلام ممكن اطلع منه معلومات وارقام تفيدني. تمام؟ قال لي shows an equilateral triangular prism whose refractive index يعني الان بتاعته 1.5. if light ray falls on one of its faces at angle 45 degree، يعني لو شعاع الضوء سقط على احد الاوجه بتاعته بزاويه 45 درجه، كالكوليت احسب لي الانجل اوف ايمرجنس زاويه الخروج اللي هي سيتا 2 هتبقى بكام، والانجل اوف ديفيشن اللي هي الالفا هتبقى بكام. تعالى كده نعمل تراكنج او نتتبع مسار الشعاع دوت لما يدخل جوه الجلاس بريزم هيحصل له ايه. احنا اتفقنا ان الابكس انجل ب 60 ديجري عشان ده ايكويلاترال ترانجل، والانجل الابكس انجل بتاعته اللي هي الايه ب 60 ديجري، والان ب 1.5. طب والفاي 1 اللي هي زاويه السقوط الاولى 45 درجه، صح كده؟ قال لي تو فايند ذا ايمرجنس انجل او ذا انجل اوف ايمرجنس، عشان اقدر احسب الانجل اوف ايمرجنس اللي هي سيتا 2 لازم اعرف سيتا 1 بكام وفاي 1 بكام، سوري فاي 2 بكام. تمام كده؟ تعالى نحسبهم مع بعض. بيقول لي مش الان ايكوال ساين فاي 1 ديفايدد ساين سيتا 1؟ طيب انا معايا فاي 1 ب 45 درجه ومعايا الان، مش هقدر منهم احسب السيتا 1، هيبقى ساين سيتا 1 هتطلع الناحيه دي والان هتنزل الناحيه الثانيه، ايكوال كام؟ ايكوال رقم، دول كده لما اعملهم ديفيجن على الكالكوليتر يطلع برقم. طب انا عايز سيتا 1 مش ساين سيتا 1، هعمل شيفت ساين على الكالكوليتر بتاعتي هتطلع السيتا 1 بكام؟ 28.13 ديجري. تقول لي يبقى انا كده حسبت سيتا 1. طب بالنسبه لفاي 2 اللي انا كنت محتاج احسبها، قال لي مش الاي ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2؟ انت معاك الاي ومعاك سيتا 1 صح كده، وعايز فاي 2، سيب فاي 2 الناحيه دي وادي سيتا 1 الناحيه الثانيه، بقت فاي 2 ايكوال اي ماينس سيتا 1، تبقى 60 ماينس 28.13 ايكوال 31.87 ديجري. بقى كده معاك سيتا 1 وفاي 2 صح كده. قلت له جميل، بس لسه ناقص لي حاجات انا لسه مش عارف اللي هي سيتا 2. قال لي ما هي سيتا 2 ديت هي اللي مطلوب ان انا احسبها، دي اللي باقيه، هحسبها ازاي؟ قال لي مش ال n equal sin theta 2 divided sin phi 2 صح كده؟ طيب معايا الفاي 2 ومعايا ال n، يبقى اروح احسب sin theta 2، sin theta 2 equal n times sin phi 2 equal كام؟ 1.5 times sin 31.87 degree. طب هعمل shift sin على الكالكوليتر بعد ما اطلع الرقم ده، اعمل shift sin هيديني سيتا 2 ايكوال 52.37 ديجري. يبقى انا كده حسبت السيتا 2 اللي هو عايزها. طب بالنسبه للالفا، طب ما تكتب القانون بتاعها عشان تبقى فاكرها، الفا ايكوال فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس اي. معاك فاي 1؟ معاي 45 درجه. معاك سيتا 2؟ لسه حاسبها. معاك الاي اللي هي الابكس انجل؟ موجوده، عشان هو قال لي ايكويلاترال ترانجولار بريزم، فيبقى الابكس انجل ب 60 ديجري. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي الالفا بتاعتي 37.37 ديجري. فهمنا يا شباب؟ طيب لو انت عايز طريقه اسهل، اكتب كل الجيفنز اللي عندك وكل الانونز المطلوبه، يعني كل المعطيات اللي مدالك في المساله على جنب، وكل الحاجات المجهوله اللي طالب منه يحسبها على جنب، واكيد في قانون بيربط الجيفن بالانون او بيربط المعطيات بالحاجات المجهوله، صح كده؟ اكتب القوانين اللي هتحلها ودور على الحاجات اللي ناقصه واحسبها عشان توصل للي انت عايزه. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالى نروح نشوف الاكزامبل نمبر 2 او المثال التاني. بيقول لي the opposite figure shows a light ray which falls normally on one of the face of triangular prism of apex angle 40 degree if theta 2 equal 1.5 phi 2. calculate the refractive index of the prism. بالراحة كده وبالهدوء. بيقول لك الشكل اللي قدامك دوت بيوضح لك شعاع ضوء سقط normally، سقط عموديا، يبقى فاي 1 وسيتا 1 بزيرو، صح كده؟ شفت انا خدت كلمه نورمالي وطلعت منها ارقام اهو، اتفقنا كده؟ ومعاك الابكس انجل ب 40 ديجري، ومعاك ريليشن او علاقه بتربط سيتا 2 بفاي 2، بيقول لك ان سيتا 2 قد فاي 2 مره ونص، انا عايز الان،
صح كده؟ قلت له بسيط، تعالى كده واحده واحده، ادي الاي، ادي السيتا 2 والفاي 2 العلاقه اللي ما بينهم، وسيتا 1 وفاي 1 بكام؟ بزيرو. قال لي مش الاي ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2؟ صح كده؟ طب مش السيتا 1 بزيرو؟ بقت الاي ايكوال فاي 2، بقت الاي الفاي 2 ب 40 ديجري. قال لي طيب لو انا جبت الفاي 2 ما اطلع اعوض عنها في الريليشن او في العلاقه اللي بتربطها بسيتا 2 عشان اعرف سيتا 2 بكام. فطلع معايا ان سيتا 2 ايكوال 1.5 تايمز 40، يطلع بكام؟ 60 ديجري. طب انا عايز الان، مش الان ايكوال ساين سيتا 2 ديفايدد ساين فاي 2؟ طيب هتبقى ساين 60 ديفايدد ساين 40 ايكوال 1.35، صح كده؟ يبقى احنا حسبنا كل اللي هو عايزه. نروح نشوف الاكزامبل نمبر 3 او المثال الثالث معايا. بيقول لي ايه في المثال الثالث يا شباب؟ بيقول لي a light ray falls on a side of triangular prism whose refractive index is square root of 3. يعني الريفراكتيف اندكس اللي هو الان بالجذر التربيعي ل 3، يعني ان ايكوال الرقم دوت، والابكس انجل ب 30 ديجري، يبقى انا معايا الان ومعايا الاي. اف ذا راي ايمرجز نورمالي، لو شعاع الضوء خرج عمودي يبقى ما حصلوش ريفراكشن، يبقى الفاي 2 ايكوال السيتا 2 ايكوال 0، صح كده؟ فروم ذا اذر سايد كالكوليت ذا انجل اوف انسيدنس، احسب لي زاويه السقوط، وهنا قصده على زاويه السقوط الاولى لان الثانيه بزيرو كده كده، يبقى انا عايز احسب فاي 1. طبعا بنكتب كل الجيفنز عندنا، ولو حابب تكتب الانونز الحاجات المجهوله جنبها اللي انت عايز تحسبها اكتبها برده. معايا الاي ومعايا الان ومعايا فاي 2 ايكوال سيتا 2 ايكوال 0، مطلوب مني ان انا احسب فاي 1، تمام كده؟ قلت له طيب تعالى نمشي واحده واحده، عشان تحسب فاي 1 لازم تحسب سيتا 1. طب هجيب سيتا 1 منين؟ من الريليشن بتاعت الابكس انجل، الاي ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2، كده كده فاي 2 بزيرو صح؟ بقت الاي ايكوال سيتا 1. طب ما هي الاي ب 30 ديجري، يبقى السيتا 1 ب 30 ديجري. طب ما انا معايا الان صح؟ طب ما هي الان ايكوال ساين فاي 1 ديفايدد ساين سيتا 1. معايا الان ومعايا السيتا 1، اقدر احسب الفاي 1 بكام؟ قلت له اقدر، هيبقى هسيب ساين فاي 1 الناحيه دي زي ما هي، واودي ساين سيتا 1 بدل ما هي ديفايدد هنا تروح الناحيه الثانيه تايمز، صح كده؟ هيطلع لي رقم من هنا، هعمل شيفت ساين للرقم دوت، هيديني ان فاي 1 ايكوال 60 ديجري، تمام كده؟ نروح نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، في الشكل المقابل اللي هيظهر كمان شويه دوت اهو. If a blue light ray falls on a side of a prism at point B، يعني لو معاك شعاع ضوء سقط على الوجه دوت عند النقطه B، and the angle of refraction equals 23 degree، وزاويه الانكسار كانت 23 درجه، تمام كده؟ If falls on the other side at point Q، لو سقط على الوجه الاخر عند نقطه اسمها Q، and emerge tangent to the surface QR، وخرج مماس للسيرفيس اللي اسمه QR، تمام؟ خد بالك بقى قبل ما اكمل المساله كده، في شويه معلومات مهمه احنا طلعنا منهم من الكلام ومن الرسمه او من الشكل اللي قدامنا. بالنسبه للكلام هو قال لي emerge tangent، خرج مماس، يبقى الفاي 2 ايكوال الكريتيكال انجل، صح كده؟ يبقى زاويه السقوط الثانيه هي الزاويه الحرجه، تمام؟ وهتبقى سيتا 2 ب 90 ديجري، زاوية الانكسار الثانية سوري زاوية الخروج هتبقى ب 90 درجة. طب مش واخد بالك من حاجة كمان؟ إن الأنجل اللي ما بين السيرفس ده والسيرفس ده هنسميها أبيكس أنجل، لأن دي الأنجل اللي ما بين الوجه اللي سقط عليه الضوء والوجه اللي خرج منه الضوء، فهتبقى دي الأبيكس أنجل، صح كده؟ إيه ده؟ ده أنا تقريبًا طلعت معظم البيانات اللي أنا عايزها من على الرسمة ومن الكلام اللي هو قاله. بيقول لي احسب لي الكريتيكال انجل، يبقى هحسب الفاي 2، ولما احسب الفاي 2 هتبقى هي الفاي سي، تمام كده؟ وبعدين احسب لي الريفراكتيف اندكس اللي هو الان. قلت له بسيطه جدا، تعالى بقى نشوف الكلام دوت هنترجمه ازاي. قال لي سيتا 1 23 درجه، لانه قال لي ريفراكشن انجل او الانجل اوف ريفلكشن 23 ديجري، معايا الابكس انجل ب 60 ديجري، ومعايا السيتا 2 ب 90 ديجري، لان الشعاع ده خرج تانجنت، خرج مماس، يبقى زاويه السقوط الثانيه هي الكريتيكال انجل، وطالما معايا كريتيكال انجل يبقى الزاويه اللي قصادها هي 90 درجه، صح كده؟ قلت له طب وبعدين انت عايز الكريتيكال انجل، يبقى هنستخدم الريليشن بتاعت الاي، اي ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2، تمام كده؟ معايا اي ومعايا سيتا 1، اقدر احسب فاي 2؟ اقدر، هسيب الفاي 2 الناحيه دي، هودي ال 23 الناحيه الثانيه، هتبقى الفاي 2 بكام؟ 37 ديجري. طب ما هي الفاي 2 ايكوال الايه؟ الكريتيكال انجل ايكوال الفاي سي، يبقى الفاي سي بكام؟ 37 ديجري. طب انا عايز الريفراكتيف اندكس، قال لي مش الريفراكتيف اندكس في ريليشن استنتجناه من السبيشال كيسز، بيقول لي ان الان ايكوال 1 اوفر ساين فاي سي،
وانا معايا الفاي سي، خلاص يبقى انا كده اقدر دلوقتي احسب ال ان، هتطلع 1.66. تمام كده يا شباب، فهمنا التركيه اللي هنا. نتنقل للي بعدها. بيقول لي الاكزامبل نمبر 4 نمبر 5 او المثال رقم 5، ان ذا اوبوزيت فيجر، في الشكل المقابل اللي قدامك دوت، اف ذا ريفراكتيف اندكس اوف ذا بريزم ماتيريال از 1.5. معايا ال ان خلاص كده. تمام، بيقول لي تريز ذا لايت تري، تتبع مسار الشعاع ده هيدخل ويخرج ازاي. تمام كده. طيب وبعدين فايند ذا انجل اوف ايمرجنس، احسب لي زاويه الخروج اللي هي سيتا 2. فايند ذا انجل اوف ديفيشن، احسب لي زاويه الانحراف اللي هي الفا. تمام كده. قلت له طب دلوقتي انا لازم اكمل الشكل الهندسي اللي قدامي دوت بانجلز محدده وثابته، صح ولا غلط؟ انا معايا ريفراكتيف اندكس ومعايا الانجل دي. طب هي الانجل دي ليها قيمه بالنسبه لي؟ قال لي الانجل ديت اوعى تتخدع فيها وتكتبها انسيدنس انجل او انجل اوف انسيدنس، مش هي دي زاويه السقوط. لانك لو جيت رسمت نورمال هنا هتطلع ان الانجل دي اللي هي هتطلع ب 60 ديجري هي الانجل اوف انسيدنس، هي زاويه السقوط، عشان هي الانجل اللي ما بين الانستنت لايت راي والنورمال اللي حضرتك هترسمه هنا، صح كده؟ يبقى انا هاخد بالي لازم ارسم الاول ادي الانجل اوف انسيدنس 60 ديجري، صح؟ وادي النورمال، وده شيء منطقي. لو ده نورمال هيبقى الانجل دي كلها ب 90 ديجري، ما هو 30 بلس 60 بكام؟ 90 ديجري. قلت له جميل جدا. طيب معاك ديت 60 وديت 30 ودي 65 ودي 60 ودي 55. انا عايز اعرف بقى مسار الشعاع اللي جوه هيترسم ازاي. يبقى لازم اعرف سيتا 2 سوري سيتا 1 بكام، ولازم اعرف فاي 2 بكام علشان اوصل لسيتا 2 بكام، صح كده؟ قلت له طيب اكتب بقى الجيفنز اللي معاك. معايا الابكس انجل 60 ديجري. طب اشمعنى 60؟ قال لي 60 لان الضوء هيدخل من هنا وهيخرج من الناحيه دي، صح كده؟ واحنا قلنا ان الابكس انجل هي اللي ايه؟ الزاويه اللي محصوره ما بين السطح اللي هيسقط عليه الضوء والسطح اللي هيخرج منه الضوء. تمام كده؟ طب برضه انا حددت منين ان ده السطح اللي هيخرج منه الضوء؟ قال لي لما هتحسب الانجلز هتعرف ان الضوء هيخرج من هنا. تمام كده؟ قلت له طب تعالى نكمل. عشان انا معايا ال ان ايكوال ساين فاي 1 ديفايدد ساين سيتا 1، وانا معايا ال ان ومعايا فاي 1 ب 60 ديجري، يبقى اقدر احسب سيتا 1. سيتا 1 هتطلع بكام؟ 35.26 ديجري، صح كده؟ جميل جدا. طيب بالنسبه للقانون بتاع الاي اللي هيحسب لي او اللي هنحسب منه فاي 2، قال لي الاي ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2. معايا الاي وحسبت السيتا 1، سهل ان انا اجيب الفاي 2، صح كده؟ هتطلع ب 24.74 ديجري. قلت له كده يبقى انا حسبت زاويه الانكسار الاولى وزاويه السقوط الثانيه، صح كده؟ طيب دلوقتي انا محتاج اعمل ايه تاني؟ قال لي محتاج اعرف هيخرج من هنا ازاي، صح كده؟ طيب ولما هعرف هقدر احدد بقى. تعال نشوف كده مع بعض. بيقول لي ساين فاي سي ايكوال 1 اوفر ان، صح كده؟ يبقى انا كده حددت الزاويه الحرجه. طب هو انا ليه هحدد الكريتيكال انجل؟ قال لي عشان تعرف الضوء اللي دخل جوه البريزم ده هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن انعكاس كلي، ولا هيخرج تانجنجنت، ولا هيخرج بانجل. يبقى دي تركايه زياده، خد بالك منها. انا عشان احدد اذا كان الشعاع هيخرج بالشكل دوت بانجل معينه، ولا هيخرج تانجنجنت، هيخرج مماس، ولا هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن، لازم احسب الكريتيكال انجل او الزاويه الحرجه بتاعه الجلاس بريزم اللي معايا. تمام كده؟ فهتطلع ان الفاي سي ايكوال 41.81. طب بص كده على الفاي 2، الفاي 2 ب 24 درجه والفاي سي ب 41 درجه، يعني زاويه السقوط الثانيه اقل من الزاويه الحرجه، يبقى الضوء هيتكسر ويخرج بره البريزم، مش هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن، ومش هيخرج تانجنشن، مش هيخرج مماس، صح كده؟ قال لي اذا ذا لايت ريفراكتس اوتسايد ذا بريزم ابروشنج ذا سيبريتنج سيرفيس، ده معناه ان شعاع الضوء اللي هيخرج هيخرج مكسور ومقتربا من الوجه الاخر، او مقتربا من الوجه الثاني اللي هيخرج منه. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا كده عملت تريس ذا لايت تري، تتبعت مسار الشعاع، كل ده عشان اعرف ارسم الرسمه دي. تمام؟ كل ده عشان اعرف ايه؟ ارسم الرسمه دي. طب انا دلوقتي محتاج احسب الانجل اوف ايمرجنس، زاويه الخروج اللي هي سيتا 2. طب ما هو انت بقى معاك فاي 2 ومعاك الان، صح؟ هتجيبها من القانون بتاع الان،
طب عايز الايه؟ الانجل اوف ديفيشن. طب ما انت هتكتب القانون بتاعها وتشوف الانجلز اللي معاك وتطبقها قانون. تعالى كده نشوف اهو، بيقول لي ان ال n equal sin theta 2 divided sin phi 2. انا عايز احسب theta 2، هودي sin phi 2 الناحيه الثانيه واحسب theta 2 بكام؟ تطلع 38.88 ديجري. طب بالنسبه للالف، phi 1 plus theta 2 minus a، معايا ال 3 انجلز دول، هتطلع ان الالفا ايكوال 38.88 ديجري. يبقى انا كده حسبت كل الحاجات اللي هو طلبها مني. اصعب حاجه فيهم يا شباب وممكن توقع اي حد هي الرسم، خدوا بالكم منها كويس جدا، وخدوا بالكم لما تيجوا تحددوا الضوء هيخرج من البريزم ولا هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن ولا هيخرج تانجنجنت، لازم احسب الكريتيكال انجل بتاع البريزم اللي معايا، لازم احسب له الزاويه الحرجه واشوف زاويه السقوط اللي الضوء سقط بيها على الوجه الثاني بتساوي الزاويه الحرجه ولا اكتر من الزاويه الحرجه ولا اقل من الزاويه الحرجه. لو هي اقل من الزاويه الحرجه يبقى هيخرج ويتكسر، لو هي قد الزاويه الحرجه هتبقى ثيتا 2 ب 90 درجه 90 ديجري، لو هي اكبر من الكريتيكال انجل او اكبر من الزاويه الحرجه يبقى يحصل له توتال انترنال ريفليكشن، هينعكس انعكاس داخلي كلي. تمام كده، نروح نشوف المثال اللي بعده، الاكزامبل نمبر 6 او المثال السادس. بيقول ان ذا اوبوزيت فيجر، في الشكل المقابل دوت، الريفراكتيف اندكس بتاعك بكام؟ 1.5. بيقول لي تريس ذا لايت راي، تتبع مسار الشعاع، فايند ذا انجل اوف ايمرجنس، احسب لي زاويه الخروج، فايند ذا انجل اوف ديفيشن، احسب لي زاويه الانحراف. لو خدت بالكم ان المثال رقم 6 شبه المثال رقم 5 صح، بس هو بس غير لي جوه الانجلز، خلالي الترينجل دوت ايكويلاترال، مثلث متساوي الاضلاع، فبقت الانجلز بتاعته كلها زي بعض صح كده، وديت مش الانجل اوف انسيدنس، مش زاويه السقوط. يبقى نفس اللي عملناه في المثال رقم 5 هنعمله في المثال رقم 6. هبتدي ارسم النورمال بتاعي، تمام، وبعد ما هرسم النورمال بتاعي هتبقى الانجل دي 30 والانجل دي 60 صح كده، وبعدين قال لي بعد كده هتحسب لي ال ثيتا 1 وتحسب لي فاي 2 وتحسب الكريتيكال انجل علشان تعرف اذا كان الضوء هيخرج وهيتكسر ولا هيخرج تانجنجنت ولا هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن. تمام، وده تقريبا نفس ارقام المثال اللي فات، يعني هيديك نفس النتائج لان الابيكس انجل هنا برده ب 60 ديجري. طب بالنسبه للانجل اوف ايمرجنس، قال لي بالنسبه للانجل اوف ايمرجنس حضرتك هتعمل فيها نفس الكلام، هتجيبها من القانون بتاع الان. تمام كده، طيب بالنسبه للانجل اوف ديفيشن هتجيبها من القانون بتاعها، الالفا ايكوال فاي 1 بلس ثيتا 1 ماينس اي، وهتطلع بنفس الارقام تقريبا. تمام كده يا شباب، فهمناها، نروح نكمل اللي بعد كده. بيقول لي دلوقتي في سؤال، تيست يور سيلف، اختبر نفسك. طبعا احنا عارفين بنعمل ايه في الاسئله ديت، بنوقف الفيديو ونجيب ورقه وقلم وكالكوليتور ونحل السؤال بتاعنا او المساله بتاعتنا ونكتب الاجابات في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو. تمام كده يا شباب، ولحد هنا هتكون حلقه النهارده خلصت، بتمنى تكونوا استفدتم وبتمنى اكون قدرت ابسط لكم المعلومه باسهل طريقه، واشوفكم في حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.